أصدرت المحكمة السويدية حكمها لصالحي واعطتني الإذن بحرق القرآن بعد أن رفضت الشرطة السويدية ذلك في وقت سابق. المحكمة قالت إن قرار الشرطة لا يستند على القوانين السويدية ولا يحق للشرطة أن تقيد الحريات. أنا أتعرض للضغط وأسلوب المساومة على حريتي من قبل الشرطة السويدية، ويطلب مني أن لا أظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي قناة تلفزيونية أو صحافة من أجل التعبير عن رأيي، وإذا فعلت عكس ذلك وعبرت عن رأيي سأترك بلا حماية. شايف؟ شو صورتك يا الله؟ يلا هنا بتحدى كازان، شو نجي عندك التورر؟ هذا ندوس عليه بأقدامنا. ماذا سوف يفعل لنا محمد الجندي؟ ماذا سوف يفعل لنا محمد الجواد؟ ايه اهودي الام اللقم؟ ايه يعني الزباهة هنا والزبالة؟ كتاب ده مكانه تحت الشحطات يوضح. واحد، اثنين، اثنين ونص، ثلاثة. كفرت، كله كذب، كله خداع، كله كذب. اهو كذب سب رسول الإسلام بيولع وشياطينه. هو عليك كنت ابن أبوي أو مش ابن أبوي، المهم ان انا موجود وراح احط القرآن هسه، راح تشوف قرآنك الان وين، وبتحدى الله. انا الان اعلن تحدي الله تبع الاسلام، اذا انت الله موجود امنعني. مش راح يقدر. تخيل عاد واحد ملحد وسكران بتحدى الله تبعك. شايف؟ شايفه؟ ها يلا، ها بدي امسك وامزع. ها وها الله، يلا انت موجود، يلا امنعني. هاني بوزع قرآنك وهاني قاعد بننجز. ها ها وها هاي القرآن. صحيح ذكرت، مش انا شاذ انه اللي بيمارسوا الشذوذ والواط يهتز عرش الرحمن؟ اي اليوم راح اهز عرش الرحمن تبعك، وهذا هز بدي اخلي ترط. الله نانا عبد الحميد المصرية، مصرية الجنسية، بخاطب دار الإفتاء المصرية وبخاطب الأزهر وبخاطب علماء الأزهر وبقول لهم كفاية كفاية إن كنتوا حرمتوني من ابني وحرمتوني من حياتي. كفاية
كفاية أنه كله بسبب قرآن تافه، بسبب رسول كذاب بيقول دم وبيقول سبي، تحرموني من حياتي. كفاية كفاية أنه كنت تحكموا عليا بالسجن والإعدام، كفاية أنه كنت تقولوا ردة، كفاية كفاية خلوني أعيش. حرام عليكم، حرام. كله كمان أنا حرة، أنا إنسانة، أنا بني أدمة. القرآن سلني، القرآن هدمني، القرآن داس على رقبتي، القرآن بيجبرني ان انا اعيش في البيت ذليلة خدامة. القرآن ما قاليش حرية، القرآن ما قاليش ان انا اعيش الحياة، بيقولي انت كلك نجسة، بيقولك انك انت حشرة، بيقولك انك انت اخرك تطبخي وتنامي في السرير. هو ده القرآن، هو ده ربنا اللي بيتكلم على السبي والنجاح والجنس، هو ده اللي بيقولي كسان خمرة ان انا اخش الجنة ومش هخشها، هقف على بابها والرجالة هي اللي تخش الجنة. حرام، حرام اللي انتوا بتعملوا فينا، حرام. كفاية ظلم، بقول للسيسي كفاية لما كلابك عندنا. الدولة المصرية كلها ظلم بلا رحمة، كلها كبرياء، كلها بيادة، كلها شرطة. متناك يا سيسي، كصمك يا سيسي، تفو على قرآنك وعلى ديانتك وعلى دولتك يا متناك، تفو عليك. لأنه كنت أنا ماخذ الفكرة على أنه النقاش والحوار برايفت، أنه رابط البث راح يكون بس لمجموعة من الناس يحضروا يسمعوني وبس، مش على العام. تبين أن الأخ عامل لي على العام، لا مش بس هيك، وناشر الفيسبوك تبعي على الـ على الـ على اليوتيوب، وما كانش عندي قصد صراحة أني أعلم، لكن أجت هيك، أجت على هذا المنوال، قلنا بها فلتكن. صراحة أكون صريح، لأن ما كنتش جاهز، ما كنت مجهز نفسي أني أعلن. قررت عاد أواجه هذيك اللحظة، أواجه، واجهت وصارت المواجهات وصارت الهذا، لكن في النهاية اضطريت أني أطلع وأهرب من اللون. فمن هذاك الوقت وأنا لا حديت الألفين، حديت هاي اللحظة شلال، تسونامي، تسونامي حرفيا من الناس اجت صبت علي صب. تعرضت لهجوم ما حدا تعرض له، ما ظنيت انه حدا تعرض. طلعنا من لبنان وطلعنا وسافرت، وكان وضع لبنان تعرفين وضع لبنان وهذاك الوقت سيء، طبعا هذاك الوقت سيء، لا في نظام، لا في حكومة، لا في امن، لا في شيء، ورعب، عايش في رعب وخوف وترقب طول الوقت. لما طلعت وصلت لكندا وبلشت اعمل فيديوهات، انفجرت، انفجرت حرفيا، انفجرت. لولاهم هذول اللي ساعدوني انقذوني، ولا كان ما تعرفوش خلف يوسف، كان خلف مات زمان ميت. كنت حاول امسك اعصابي، وكان كنت ألعن كثير واعمل كثير واخبص كثير وسبسب وكفر و حتى في 2017 وانا منفعل. اخر شيء يعني انفجرت معي، صار موضوع تمزيق القرآن سبب استفزازات المسلمين، هو اللي بيتحمل مسؤولية المسلمين أنفسهم. والمنظر أنا ما بحس بسعادة، يعني بتضايق لما أشوف حالي، يعني في الفعالات لازلت بنفعل وبعصب، لكن مش زي أول، مش زي أول. أول كنت بالمرة، صارت أشياء في 2016-2017 وقبليها صارت مجموعة اغتيالات، قتلوا شباب وقتلوا ناس، منهم من ضمنهم ناهض حتر اللي أعاد نشر، أعاد نشر مشاركة عن صفحة، عاد مشاركة عن صفحة للرسم الكاريكاتير هذا اللي أنا صراحة بتشائم منها لأنه كان السبب في مقتله. بعد ما لجت عليه الناس حذف الصورة واعتذر، الرجال اعتذر، طلع واعتذر، قال أنا آسف، ما كنت قاصد وكذا وكذا، وما فيش فايدة. أنتوا أنفسكم تتهمنا ان قتلوا مجرمين، والله لو تقع بين ايدي لافصل راسك عن جسدك. واحد بيقول لي حرفيا، وحقك وحقها، انه قال لي اياها كذا، واحد قال لي اياها جد بحكي، مش واحد حقيقي جد بحكي. قلت والله، الله يبشرك بالخير، شكرا انك اثبت لي وجهه نظري. ولما صارت موضوع الاغتيالات واظهار المسلم يظهر
هاي الخصلة القذرة فيه بسبب التربية القذرة اللي ترباها يظهر الفرحة بموت الناس. أخلاق إسلامية، هيك أخلاق إسلامية، يظهر يقول الحمد لله وقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إنك تحمد الله الحمد لله على ظلموا. ليش ظلموا؟ لأنه بقول عن دينه ظالم. مفسدين، ليش مفسدين؟ لأنه بقول لك الإنسان حر. بطلع الكيش تفرض قناعاتك أنت ومفاهيمك ودينك وعاداتك وتقاليدك على الآخرين. صراحة أنت شفيت صدورنا، أخذت بثأر اليزيديين، بثأر الأقليات العايشة في الدول الإسلامية المضطهدة، ومضطهدة هي بسبب ديني يعني في المقام الأول. صدق صراحة أنا كنت مطالب من زمان حبيبي سلوان أنه يكون أنه نخصص يوم عالمي لحرق هذا الكتاب، مو فقط يعني أنا كنت يعني أنا واحد من الناس، أنا ألقي القبض علي بالسعودية وقعدت في السجن تقريبا سنتين فقط لأني تركت هذا التشكيل يعني. وكنت محكوم على فكرة، كنت محكوم المؤيدة، كنت محكوم بحكم الردة اللي هو أنت عارف إيش هو، فهمت علي كيف؟ كنت محكوم وطلعت بعفو من ولي العهد يعني، ولا لو طبقوا عليه الشريعة الحقيقية يعني. هل من المعقول أنه في شريعة أي شيء في العالم غير التشكيلات العصابية تؤمر بقتلك فقط لأنك تركتها؟ إحنا ما قاعدين نتهجم على الإسلام، إحنا قاعدين ندافع على أنفسنا من الإسلام.